السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بناتي؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة النهاردة دي يا جماعة بإذن الله هتخسس معاك الوزن بطريقة رهيبة جدا جدا، يعني نقدر كده نقول بالعربي ان احنا يعتبر ده عمرنا واحنا بنشرب الليمون غلط. طيب غلط ازاي؟ تعال اقول لكم الطريقة الصحيحة، بس عايزاكم يا بنات كلكم تعملوا لايك للفيديو، عايزة اكبر عدد من اللايكات، وتشيروا الفيديو ده بينكم وبين بعضكم. فعلا يا جماعة الطريقة ديت سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت، وفعلا حقيقة حقيقة هتجيب معاكي نتيجة، وجربها بنفسك. ولو جربتيها وجابت معاكي نتيجة ما تنسيش تعملي لي لايك وتخشي لي في الكومنتات ان شاء الله، وتقولي لي فعلا ان هو جاب معاكي نتيجة علشان ناس كتير تستفاد منه. فانا متأكدة يا جماعة 100% ان ان شاء الله الفيديو دوت او الوصفة دي هتجيب معاكي نتيجة فعلا فعالة 100%. يعني نقدر نقول كده يا جماعه من النهارده باذن الله مش هنحتاج ان احنا نكلف نفسنا ونجيب ادويه او نجيب حبوب علشان نخس او نروح لدكتور تخسيس. النهارده ان شاء الله هنقدر ننزل الوزن بتاعنا بالطريقه بتاعتنا، طريقه مميزه، طريقه بسيطه وسهله جدا جدا وموجوده في كل بيت. الطريقه دي ايه؟ هي ليمونه يا جماعه، هي يعتبر ليمونه، ليمونيه واحده بس. دي ليمونه يا جماعه واحده بس، اقدر اقول الليمونه دي يعتبر هي كنز في كل بيت. تعالوا بقى معانا نشوف الطريقة او نشوف الوصفة ازاي وبتتاخد ازاي بطريقة سهلة خالص، وهنقولها مع بعض. طبعا يا جماعة انا مش هقول لكم بقى فوائد الليمون، لان طبعا مفيش حد مش عارف فوائد الليمون. الليمون له طريقة، يعني يعتبر له طريقة رهيبة ومميزة عن اي حاجة خالص في التخسيس. يلا بينا كده نسلم الله ونعمل لايك. يا جماعة الناس اللي لسه ما عملتش لايك تعمل لايك، واقول لكم بنستعمله ازاي او بالطريقة الصحيحة، لان في ناس كتير بتستعمله بطريقة غلط. تعالوا ان شاء الله هنقول لكم ايه هي الطريقه الصحيحه. اول حاجه يا جماعه زي ما قلت لكم انا معايا الليمونه اهيت، انا محتاجه بس نص ليمون. ده يا جماعه الليمونه انا شقيتها نصين، انا هاخد بس نص الليمونه، هحش بس منها البذر. الليمونه دي يا جماعه اقدر اقول عليها ان هي فعلا معجزه. طيب بعد كده انا معايا ايه؟ انا معايا كوبايه ميه مغليه، يمكن انتوا لو ملاحظين انا مغطيه عليها عشان ما تبردش مني، تمام؟ فانا هكشف عليها كده، ومعايا النص ليمونه وهقوم عصرها في قلب الكوبايه. بعد كده هغطي عليها. ده كده يا جماعه مبدئيا انا عصرت الليمونه وحطيتها في قلب الكوبايه الميه المغليه اللي هي قدامكم ديت وغطيت عليها. طب انا غطيت عليها ليه؟ علشان الزيوت الطياره ما تتبخرش، لان انا عايزه استفيد منها. طيب استفيد منها ازاي؟ ان انا هغطي عليها بالغطاء اللي انتوا شايفينه دوت. نصيحه بس يا جماعه، يعني في ناس كتير ممكن بتقع في الخطا دوت، اللي هو ايه؟ في ناس بتجيب ميه دافيه، يعني يعتبر ميه دافيه بسيطه خالص. ايه يا جماعه؟ لازم تكون الميه مغليه معاكي، وبعدين تحط عليها تعصر عليها الليمونه وبتغطيه علشان البخار بتاعها ما يتبخرش. طيب بعد كده انا هعمل ايه؟ انا معايا نص الليمونه الثانيه يا جماعه، هقطعه شرايح يعني زي ما انتم شايفين كده. ده اول شريحة. ودي تاني شريحة. طيب بعد كده هعمل بهم ايه؟ هقوم سقطاهم، هشيل اول بس البذر من الليمون. ده كده شلت البذر، وده لسه فيه بذر. ده كده يا جماعة اللي يعتبر الشريحتين جوز ومية. هعمل ايه؟ هقوم سقطاهم في المية المغلية. زي ما قلت لكم لازم تكون المية مغلية يا جماعة، ما تكونش دافية. بعد كده هقوم مغطيه عليه. طيب كده يا جماعه الكوبايه يعتبر جهزت معايا. طب ناقص ايه تاني؟ انت لو انت بقى عندك معلقه عسل نحل ولا حاجه، لو حابه تزودي يعني ممكن تزودي معلقه عسل نحل على الكوبايه زي ديت، تحطها فيها كده وهي دافيه، تمام؟ علشان تبوش معاك كويس وتقلبها كويس. ده بتاخديها علشان بتخلي دي بتحرق يا جماعه. معلقه العسل النحل دي ده كويسه جدا مع كوبايه الليمون دي. معلقه العسل دي بتعمل ايه؟ ده يا جماعه عشان الناس اللي هي ما بتحبش ان هي تشرب الليمون بيكون مر شويه معاها او حاجه زي كده. دي حاجه. في حاجه تانية كمان، ان معلقه العسل دي بتزود معدل الحرق معاكش، تمام؟ طيب بتتاخد قد ايه بقى او بتتاخد ازاي؟ ده بتتاخد يا جماعه مره واحده على الريق. ده كويس جدا، كل يوم خدها مره واحده على الريق. طيب الناس اللي هي فاكره ان هي ممكن تشرب كوبايه الليمون دي سخن قوي، بتهيأ لها ان هي لو شربت كوبايه الليمون دي سخن قوي، ده غلط يا جماعه. ده انت ممكن تسيبيها متغطيه كده لغايه ما تبرد وتبقى دافيه معاكي، ده بتاخديها.
في ناس في معتقده بقى ان هي ممكن لو خدتها سخن قوي ده يعتبر بتنزل السخونيه دي بتنزل الدهون معاك. لا يا جماعه ده يعتبر تفكير خاطئ. طيب ايه الصح؟ ان احنا بناخدها دافيه عاديه خالص على ما قد تقدري ان انت تستحملي ان انت تشربيها، اشربي زي الشاي كده، او ممكن تكوني يعني ايه زي ما انت بتيجي تشربي الشاي كده بتستحملي تشربي الشاي، استحملي اشربي. مش لازم ان انت تشربيها تكون سخنه قوي علشان ان هي تنزل الدهون معاك ولا حاجه، لا اشربها دافيه تبقى كويس عقبال ما تدفى معاك يكون هي نزلت كل الفوائد اللي في الليمون ديت. طيب احنا قلنا يا جماعه ده بتشرب على الريق، تمام. طيب يا جماعه احنا خلصنا الكوبايه، طب نشوف بقى فايده الكوبايه ديت معانا ايه. فايده الكوبايه ديت ان هي لو شربتها على الريق ان هي بتحسسك بتشبع طول النهار، بتسد نفسك عن الاكل، الناس اللي هم حابين ان هم يخسوا، بتزود معدل الحرق معاكي، بتديكي نشاط وطاقه طول النهار، ده يعتبر بتخسسك. يعني خلاف كده كمان ان هي بتخلي الدهون تنزل من الجسم تماما، يعني يعتبر ان هي بتغسل الجسم من جوه. ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، مع ان هو فيديو بسيط وسهل يعني، بس هو بيجيب معاكي نتيجه مضمونه 100%. تمام، يا ريت كلكم يا جماعه تجربوا الكوبايه ديت، ده كوبايه يعتبر كوبايه سحريه معاكي، لو مشيت عليها حوالي اسبوع اسبوعين هتبصي تلاقي فعلا في فرق رهيب في انقاص الوزن معاكش. ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، واتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم، ولو استفدتوا ان شاء الله منه بحاجه يا ريت تعملوا له لايك يا جماعه وتشيروه بينكم وبين اصحابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.